عام مر على الاحتجاجات التي عمت إيران ضد رفع سعر الوقود. 304 قتلى سقطوا بسبب استخدام السلطات الإيرانية للعنف لقمع التظاهرات واستخدام الرصاص الحي بحسب ما أفاد ناشطون، ناهيك عن اللجوء إلى قطع الإنترنت منعا لنشر أي صور أو فيديوهات تعكس واقع حملة القمع وحجم الخسائر البشرية. حتى اليوم لم يخضع أي مسؤول في إيران للمحاسبة بشأن القمع وسط اتهامات بأن العائلات التي فقدت أحياءها تم الضغط عليها لإسكاتها، ومع ذلك واجه معتقلون أثناء الاحتجاجات أحكاما تشمل الإعدام. للحديث أكثر عن كل هذا ينضم إلينا من الدار البيضاء أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة Human Rights Watch. مرحبا وأهلا بك أستاذ أحمد. بناء على كل هذه المعطيات التي تحدث عنها أنا الآن حول هذه المظاهرات التي عمت إيران قبل عام، حول حملة القمع، حول عدد القتلى، حول غياب المحاسبة، هل استطاعت منظمة Human Rights Watch بطريقة أو بأخرى ممارسة أي ضغط على الحكومة الإيرانية لتحقيق أي انفراجة في هذا الملف لجهة محاسبة المسؤولين؟ يعني نحن شغلنا هو أولاً وأساساً توثيق الانتهاكات، وفي هذه الحالة يعني ليست هذه المرة الأولى التي نوثق فيها انتهاكات التي وقعت في الفض العنيف المظاهرات قبل سنة، لكن الغريب في الأمر فيما يخص رد فعل حكومة إيران هو ارتباك هذه الحكومة، لأنها من جهة لا يريدون محاسبة المسؤولين في الانتهاكات ويترددون كثيرا في هذا الشأن، ومن جهة أخرى يعتبرون أن، وهذا قاله يعني المرشد العام خامنئي بنفسه، أن الذين سقطوا في هذه الاشتباكات يعتبرون شهداء، يعني هذا اعتبار رسمي، من جهة يعتبرونهم شهداء ويأمر القضاء الإيراني بتعويض العائلات، ومن جهة أخرى يرفضون تماما مساءلة المسؤولين. يعني كيف سقط شهداء على يد من؟ على يد يعني مجهولين؟ فهذا الارتباك يظهر أن الحكومة الإيرانية يعني تستجيب شيئا ما إلى الضغوطات الدولية، ومنها ضغوطات المنظمات الحقوقية مثل Human Rights Watch باعتراف ملتوي إن صح اللفظ، من جهة يعتبرونهم شهداء ويعطون عائلاتهم تعويضات، من جهة أخرى لا يفتحون أي باب للمساءلة. طيب، صحيح أنهم لا يفتحون أي باب للمساءلة، ولكن لماذا هذه التظاهرات تحديدا أخذت على عكس غيرها ربما شهدتها إيران مؤخرا حيزا أوسع من الاهتمام من جانب المنظمات الدولية وكل المتابعين للشأن الداخلي الإيراني؟ يعني نحن نتابع كل التطورات الحقوقية في إيران، ولا نظن أن هذه المظاهرات أخذت حيزا أكبر من المظاهرات الأخرى، لكن طبيعي أن يكون هناك يعني تركيز كثير على عواقب هذه المظاهرات لأن توفي العديد بعدها، ويعني نظرا لقطع الإنترنت وللتهديدات الموجهة لعائلات الضحايا يصعب حتى الآن توثيق النطاق الكامل للقمع الذي تبع تلك المظاهرات، لكن هناك معطيات مختلفة، منها منظمة العفو الدولي التي تقول أن كانت هناك أكثر من 300 ضحية، وحتى بعض المسؤولين الإيرانيين بأنفسهم الذين يقولون أن هناك أكثر من 200 ضحية يعني سقطت بعد تلك المظاهرات، فهذا طبعا رقم كبير ورقم مهول، ويعني يبرر الانتباه الكبير للمنظمات الحقوقية لما وقع قبل سنة. طيب، هل تتابعون عن مقربة اليوم وبعد مضي عام الوضع في إيران لجهة ما حصل وما تعرض له أهالي الأشخاص الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات؟ نعم، نتابع هذا الوضعية، ونقول وقلنا في تقريرنا الذي صدر قبل 3 أيام أن السلطات تستمر في إصدار أحكام بالسجن والجلد للذين اعتقلوا خلال المظاهرات. يعني تصوروا هذه المفارقة، الذين سقطوا يعتبرون شهداء رسميا، والذين لم يسقطوا وتم اعتقالهم يحكم عليهم بالجلد ويحكم عليهم بالسجن، وهناك محاكم مختلفة في يعني على التراب الإيراني حكمت على متظاهرين أو على متعاطفين مع المتظاهرين بسنوات بالاعتقالات. فيعني هذا يظهر مرة أخرى الارتباك الكبير للسلطات الإيرانية فيما يخص ما وقع قبل سنة تقريبا. شكرا جزيلا لك سيد
على هذه المداخلة أحمد شمسي، أحمد بن شمسي، كنت معنا من الدار البيضاء مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش.